بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه لا فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فاعترف فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أأنتم أشد خلقنا من السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
أأنتم أشد خلقنا من السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها أرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها في ذلك لعبرة لمن يخشى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى
وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم.